عند الحديث عن عوامل نهضة الأمم يأتي العلم دائما في المقدمة، وعند الحديث عن التجديد والتطوير والحداثة يكون دائما أصحاب الفكر هم منارات التقدم. مع المفكر الكبير الدكتور محمد عثمان الخشت، أستاذ فلسفة الأديان ورئيس جامعة القاهرة. التعليم الجماعي في مصر، يعني لو كان الأمر بيدك ماذا ينقصه حاليا؟ كل التعليم يخضع لمفهوم العلوم الإنسانية والاجتماعية. وعن تجديد الخطاب الديني ودوره في بناء الدولة الحديثة. الخطاب الديني الجديد بيقول لأ، إن كل رأي يحتمل الصواب، وأنا لا أحجر على أحد. لابد من تغيير طريقة تفكير الناس وطريقة سلوك الناس. ما هي أدوات هذا التغيير؟ تغيير المحتوى التعليمي. حوار جديد عن أحوال التعليم، الطالب والأستاذ الجامعي والمناهج الحديثة، عن مساحات الاتفاق والخلاف بين العلم والدين وبين التراث والحداثة، وكيف يتعاون العلم مع الثقافة في صناعة المستقبل في بلدنا. حديث العرب من مصر الليلة 7 مساء على قناة مصر الأولى.